اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شلونكم متابعي الأعزاء ومتابعات الغاليات؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أشارك وياكم هذا الفيديو المنوع. طبعا هذا مصورته أنا تقريبا قبل أسبوع بس ما صارت لي فرصة أنزله، فاليوم حبيت أشاركه وياكم. هذا صورته بعطلة نهاية الأسبوع. دائما أنا بعطلة نهاية الأسبوع أسوي ريوق مميز للعائلة، يعني حتى لو شغلات بسيطة بس أرتب ترتيب كلش حلو بحيث كلتنا نقعد نلتم وناكل. يعني احنا كل الاسبوع البنات يعني مرات يتريقون مرات ما يتريقون بحكم يعني دوام المدرسة، وكل واحد يعني ياكل بالوقت اللي يناسبه. بس بعطلة نهاية الاسبوع اسوي يعني هيك قاعدة حلوة وريق مرتب، حتى لو كان الشغلات بسيطة بس من تجهزيها بهالشكل الحلو العائلة كلها تقعد سوا ونتريق ونبدي يومنا بجمعة كلش حلوة. طبعا بعطلة نهاية الأسبوع دائما شوي يكون ريوقنا متأخر، فيكون هو ريوق وهو غدا، وبعدين أبدي أجهز للعشاء أسوي لهم مرات تعلولة حلوة. فاليوم إن شاء الله راح أسوي لهم فشغلة كلش طيبة للعشاء، هسا إن شاء الله راح تشوفوها بالفيديو وتشوفون شنو تعلولتنا، وأكمل وياكم باقي تفاصيل الفيديو. هسا إحنا راح نتريق وأنتم سهمكم العافية، وبعدها إن شاء الله راح أكمل وياكم باقي فقرات الفيديو. هنا أنا بديت أجهز للعشاء، طبعا سويت لش كم شغلة بالبيت وبعدين تركتها على البنات هم يكملولي، لأن أنا بالويكند أبدي أنظف تنظيف شامل للبيت، لأن باقي الأسبوع كله أنظف خفيف على مود دوام المدرسة. بنهاية الأسبوع نغسل الملابس ننظف البيت. هنا أنا بديت أجهز العشاء، طبعا هذا الدجاج عندي نقعته بمي وخلو صويا صوص نص ساعة، بعدين غسلته ونظفته ونزعت من عند الجلد، خليت له مي، فار المي طلعت الزفرة تخلصت من عندها، وبعدين خليت له مي نظيف شوي يعني انسلق الدجاج سلقة بسيطة. وعندي هذا هنا المشمش المجفف نقعته بمي حار تقريبا نص ساعة، وهاي القوجة او الالو هم يعني مجففة نقعتها غسلتها ونقعتها بمي حار هم نص ساعة الى ان صارت بهالشكل. اليوم راح اسوي طرشانة بالدجاج طعمها كلش طيب. هسه راح ابدي احمس المشمش والقوجة ويا الدجاج هيك يعني حمسة على السريع. طبعا هذا الدجاج هسه مستوي نص سوي. هنا أنا ضفت تقريبا ربع كوب من جوز عين الجمل، إذا عندك لوز أو أي نوع مكسرات تقدرين تضيفيه. طبعا بعد ما بقيت أحمس بهاي المواد تقريبا خمس دقائق على نار شوية أعلى من الهادئ، يعني مو كلش نار عالية حتى لا تحترق هاي المواد، بديت أضيف المنكهات. خليت خاشوقة مال كوب من الهيل المطحون وخاشوقتين مال كوب من الشكر، ملعقتين كوب من السكر، وشوية راح أحمس الهيل والشكر ويا هاي المواد، وأكيد لازم نضيف رشة الملح. طبعا إضافة الشكر اختيارية، حابين تضيفوه أو تستغنون عنه بعد تبقى لكم حرية الاختيار، بس أنا ضفته انط نكهة وطعم للطرشانة كلش طيب. وأكيد لازم نضيف مي مغلي لأن هذا الدجاج عندنا شبه مستوي، فإذا تضيفي له مي بارد يعني معناها راح يجزر ويعصر وما يستوي بسهولة، فلازم تضيفين مي مغلي، وكمية المي هاي كلش مناسبة على هاي المكونات اللي خليتها. إذا تسوين كمية أكبر فتخلين مي أزيد وتحسبين حساب انه بعد راح يفور وتعقد هاي المرقة. وطبعا بعد ما خليتها على نار هذا صار قوامها، تحبوها بعد ادخن تحبوها اخاف، بعد تبقى بكيفكم يعني ام البيت هي عينها ميزانها، بس هذا التخن مالتها كان كلش مناسب. وانا طبعا طبخت وياها تمن ابيض. ان شاء الله طريقتي بتحضير الطرشانة بالدجاج تعجبكم وتجربوها، وعليكم الف عافية. هسه ان شاء الله راح اشوفكم شنو سويت لهم تعلوله كلش حلوه وراح تعجبكم الفكره. هنا انا عندي هذا قالب كيك جهزته مسبقا وبارد، هسه مستخدمه انا باكيتات الكيك الجاهز، طبعا استخدمها للسرعه. وطبعا هذا مو باكيت كامل، هذا نص باكيت انا استخدمته قبل فتره سويت لهم بيه وبقى من عنده نص كميه. ودائما انا باكيتات الكيك الجاهز بنستخدم قسم من عندها، النص الثاني ما اخلي بالكاونتر اضمه بالثلاجه حتى ابقى محافظه عليه. والقالب اللي استخدمته هذا دائما هيك يكون بحافه حتى تحشين هاي الكيكه مثلا كاستر جيلي شوف شنو حابه تحشيها. هسه الكيكه عندي بارده راح ابدي اجهز الكاستر اللي راح اخليه عليها.
اليوم راح اسوي بطعم البرتقال والليمون. هذا هنا أنا عندي تقريبا 3 ارباع الكوب عصير الليمون، والباقي زيدت عليه مي، يعني صار هسه عندي هنا كوب ونص خليط من المي وعصير الليمون، لان عصير الليمون يكون حامض فما ازيد من عنده، اكاسر بالمي. وهذا هنا أنا عندي نص كوب من عصير البرتقال فريش، البرتقال والليمون اثنيناتهم فريش، يعني عصرتهم فريش. صار عندي هسه السائل اللي خليته كوبين، كوب ونص مي وعصير ليمون ونص كوب عصير برتقال. وهذا عندي الكاستد، راح اخلي تقريبا 3-4 خواشق مال اكل، يعني مو كلش مليانه، حسب درجه الثخن اللي حابه تسويها، تريدي خفيف تريدي ثخين، بس يحبذ بهاي الوصفه يكون شويه ثخين حتى من يبرد يصير طبقه كلش متماسكه على وجه الكيك. والشكر تبقى بعد لكم حرية الاختيار، تضيفون خاشوكتين 3 نص كوب كوب بكيفكم، بس احنا يعني ما سويته كلش حلو، ضفت تقريبا خاشوكتين مال اكل فقط. بالبداية احرك هاي المواد كلها على البارد قبل ما افتح الطباخ، وبعدين افتح نار الطباخ على نار هادئة، وابقى مستمرة بالتحريك الى ان تطلع عندي تشيش فقاعات كبار، يعني معناها الكاسترد استوى. تفرغيه على الكيكة، الكيكة باردة والكاسترد هو حار، تفرغيه على وجه الكيكة. طبعا بعدين تبقى لك حرية الاختيار بالتزيين، انا شوية راح اخلي عليها مبروش جواز الهند، وراح اخلي عليها شوية بلوبري، تحطين ستروبري يعني الفراولة، توت بري، تحطين كيوي، اي نوع فاكهة. طبعا خليتها بالثلاجة الى ان تبرد بالكامل، وانتهزتها فرصة قلت خلي اروح اتسوق مدام ويكند ومتشلت بحتاجة يعني مسواق، فحبيت اخذكم وياي هذا المشوار القصير نتسوق، وهم شوية تغيرون جو ولو من خلال المشاهدة، وبعدها ان شاء الله نرجع ناكل الكيك ونكمل وياكم باقي فقرات الفيديو. فراح اترككم هسه تستمتعون بهاي الجولة القصيرة داخل اسواق المخضر، وبعدها ان شاء الله ارجع اشوفكم الكيكة وقوامها، وشون يكون قوام الكاسترد اللي خليناه على وجه الكيك. وهسه هنا أنا بعد ما كملت مشوار المسواق ورتبت كل شيء مكانه، اجى الوقت انه اشوفكم الكيكه اللي سويناها.
طبعا تركتها بالثلاجة تقريبا ساعة وشوية أكثر بين ما كملت تعزيل المسواق اللي جبته وياي، وكل ما تبقى هاي الكيكة بالثلاجة فترة أطول كل ما يصير طعمها أطيب. وطبعا دائما من الضيفين عصير البرتقال أو عصير الليمون أو الاثنين سوا، تخلطيهم وتضيفيهم ويا الكاستر، راح يتغير طعم الكاستر وشكله وقوامه، يصير كأنه مجلي حامض على حلو، يعني ما شاء الله صار طعم هاي الكيكة كلش طيب. وتبقى بعد تقدرين تخلين على الوجه فاكهة مجففة، فاكهة معلبة، وهاي شوفوا قوام الكاستر صار كأنه مجلي، يعني فتشي كلش طيب. إن شاء الله هتجربوها لأطفالكم وياكلوها بألف عافية. ولهنا أنا حبايبي أحب أقول لكم الفيديو مالتنا قرب ينتهي إن شاء الله. قضيتوا برفقتي أوقات ممتعة ومسلية ومفيدة بنفس الوقت. ألتقيكم إن شاء الله بخير وعلى خير بالفيديوهات القادمة، ودمتم في رعاية الرحمن.